اليوم العطلة عنا ورحنا هلا نحنا بمكان كتير حلو بجبل لبنان ومحضرت لهم للأولاد ألعاب وتحديات كتير حلوة لح ينبسطوا وانتو كمان تابعونا لح تنبسطوا معنا. أول تحدي ربطت الزقة بين الشجرتين وعلقت لزقت فيها هيك أكلات طيبة وهلا يلي بده يلعب بيقعد بقلب هالمطاطة وبده يشد حاله لحتى يقدر يطول شي من هدول الأكلات لحتى يربح، إذا ما طالهم بكون ما قدر خسران. أي شد شدوا يلا برافو يلا رجع هاي ريان فاز بأول وحدة يلا هلا مين بعده؟ أنا. هلا أنت وعلمة بدنا صعب لكم ياها شوي بدنا نربطها أكثر. لا وقفي مني يلا دور بيسو يلا يا شدي 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 ارفعي 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 وقفي الحبل نازل ارفعي هيك أمي لفوق يلا شدي ايه شدي يلا بيسو شدي يلا احمد رح يساعدك يلا ايه صعبة بيسو خسري يلا واحد اثنين ثلاثة دور احمد احمد لانه اكبر من ريان وبيسان صعبنا له اياها وربطنا الحبلة صغرناها اكثر لا خلي عم يشدها لا لا ما تشد له اياها لك ما عم يشدها ما عم يصير انك تشدها هيك لورا لا لا خلص خلص تعال خلص عم يمزح معك بس لا تمزح يلا 1 2 3 جو 1 2 3 4 برافو فاز احمد كيف يلا دور الما يلا 1 2 3 يلا دور الما 1 2 3 4 5 برافو والما فازت كيف شفت تحدي يلي بضل اخر واحد واقف على رجل واحدة هو يلي بيفوز اختار اكله طيبه من الاكلات اللي معنا اوكي تمام جاهزين يلا 1 2 3 بلشوا فرجكم يا بعد انت خسرتي نزلتي رجلك يا بعد الما خسرت طلعي فرجلك مني فارج لك منيح ريان ريان طلعت احمد يلي فاز برافو احمد يلا تعال اختار لك ومعنا كل هاي الاكلات الطيبة معنا هاي ومعنا من هدول يلا اختار شو بدك في فتش بدك فتش؟ ايه انا اخذت شو هي فرجيني احمد اختار هاي وهلا صار دور فريق الاولاد الصغار لانه قسمتهم لفريقين فريق كبار وفريق صغار مشان تكون الاعمار متناسبه مع بعضها والتحدي يكون حلو جاهزين جاهزين يلي بضل واقف اخر واحد على رجل وحده هو اللي بيفوز اوكي نزل رجلك ارتاح لعد بتبلش 1 2 3 جو فرجلكم تالا ما رفعتي رجلي بدك ترفعي مثل بيسان يلا تالا خسرت اطلعي تالا 1 2 3 4 خسرتي هو اللي فاز خسرتي يلا يلا اختار اي بدك شو اخترت هاي يلا برافو 1 2 3 دورو 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 اسرع 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 يلا عدو تعالوا لانه اصغر وحده فيهم يا حرام على طول بتخسر وكل ما تخسر بتبكي يلا رجع وقفوا قيمي كرسي قلنا من الكراسي زبطيون 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 ايوه يلا دورو ترلللا 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 ترلل اسرع 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 ارقدوا اسرع اسرع ترلللا اسرع 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 ارقدوا ارقدوا يلا عدو الما خسرتي والله الما الما كشت يلا ايمو كرسي من الكراسي يلا على السريع بس ركز ركز ترلللا ترلللا ترلللا
ركض 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 ركض. يلا عدو عدو عدو. ريان 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 خطرة. يلا يمو كرسي من الكراسي. يلا يمو كرسي. يلا دورو. ترللا ترللا ركض 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 ركض. بيسان خسرتي. يلا 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 يم كرسي. يلا 1 2 بيمان احمد وكريم. يلا ركض 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 ركض. لا لا عيدوا 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 بدون تدفيش. ركض 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 ركض. ستوب. ها كريم. يلا تحدي طع البولين مع تالا وبيسان. يلا 1 2 3 جو. يلا بيسان بيسان يلي فازت. تالا برافو توتو. قبلها. ايه مزبوط انت اللي فزتي. برافو. هلا بدي اعطيكي جائزه. يس. يلا بعد ام عميش. يا ام عميش. ام عميش الغشاشه. بهاللعبه بدنا نغمض لواحد عيونه وهو بده يحاول يمسك حدا من المجموعه اللي معه. يلي بيكمشه بصير دوره. بنربط له عيونه بصير بده يكمش حدا. يلا ام عميش. يا ام عميش. مسكت بيسان. يلا عطي حطي بيسو. يلا وهلا دور بيسو. جننوها مو تخلوها دغري تمسككم. ام عميس ام عميس يا ام عميس. هون حسينا بيسان عم تغش. وقفت لحتى اشوف عم تغش ولا لا. شايفه شيء؟ شايفه من تحت. شايفه قديش هذا النمبر؟ ما شايفه. رطي لها يا عمي. طلعت شافت القماشه مو منيحه وبدلناها كمان صاروا يشوفوا منا فحبينا نغير اللعبه كلياتها. هاي لعبه صياد السمك. واحد بده يمسك الطابه ويلحق الباقي. يلي بتضرب فيه الطابه بصير دوره. لسه دور احمد. يلا يلي بيضرب الطابة فيه بصير دوره هو بده يركض الطابة. ما صبت لولا لسه دوره. دورك ألما. يلا دورك جيبي الطابة. يلا ريان دورك دورك. يلا اعطي دوره. لك انت بتكوني خسرانه اذا معك الطابه. انت هربي لا تخلي صيدك. يلا لسه دورك دورك. يلي بدق الطابه فيه بيكون خسران وهو بده يلعب صياد السمك. يلا دورك كريم. ريان دورك. احمد وكملوا الاولاد بهاللعبه واحمد مصر انه بده يصيب الماء. والله ما خسرت. لهون بكون خلص مشوارنا. لا تنسوا تحطوا لايك.